في المناطق التي يتواجد فيها الإصلاح توجد حالة سياسية مواتية للجميع، وفي المناطق التي يغيب فيها الإصلاح تماما تختفي الحالة السياسية. لاحظ مثلا صنعاء وعدن، لا يوجد حالة سياسية لا يوجد إصلاح. في غيرها من المحافظات توجد حالة سياسية يوجد إصلاح. هذا بين الحالة السياسية والحالة السياسية التعددية هي تعبير عن الجمهورية، بمعنى تلازم بين الإصلاح والجمهورية. هذا التلازم الوجودي ما بين الإصلاح وفكرة الجمهورية ويعكس طبيعة الصراع الموجود الآن. وعلى ماذا الصراع في الحقيقة؟ على السلطة، طبيعة السلطة، هل تكون سلطة الفرد؟ هل تكون سلطة محتكرة؟ أم تكون سلطة الشعب؟ هناك يعني اتجاه يرى أن السلطة ليس سلطة الشعب، وإنما هي سلطة لمن غلب ولمن لديه قوة عسكرية، وهناك من يرى أن السلطة في الحقيقة هي سلطة الشعب.